في ملعب تعدي لوك شاو، تصدي دفاعي اول وثاني عالدائر لوكاكو امام فريقه السابق تشيلسي مع اخوان ماتا، يوزع والتدخل الدفاع كرة مع ماتا وإمكانية ماتشيتش كرة في ظهر الدفاع وبالرأس من لويس دافيد لويس والتصدي على مرتين روميرو يستنشد بخبرة السنين الطويلة حارس المنتخب الأكبازيتش القادم من الريال مدريد. هنالك مخالفة والحكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة، ترجع الكرة تشيلسي يحاول المرور للسرعة القصوى، تعدي الكرة والتسويب رائعة من إيدن هازارد، منظومة لندنية بركانية كبيرة في هذه الأوقات. وماتا يحضر لأندر هيريرا، التسويب التسويب من أندر هيريرا وتألق واضح لمواطن إسباني بكرة ممتازة كونسيلو إيغواين بعد إيدن هازارد، فرصة كبيرة للتانكو الأرجنتيني لأسبيليكويتا، وهذا هو الهجوم لفريق تشيلسي يوزع وحده الأرجنتيني، كان وحده كونسيلو إيغواين في فرصة كبيرة بعد راشفورد، التسويب على طول للحارس كيبا للحارس كيبادي امتيازار بامتياز امام اندر هيريرا ويفتح لماركوس الونسو، صعبه هذه يرجع املاه البلجيكي يوزع اي 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 روميرو بامتياز للامانه اللي هو في مستوى فريق من قيمه التحذير والتغطية الدفاعية مازار هجوم خطير للبلوس البلوس البلوس وما تعديش كرة لأحد الإنجليزي في استاد وامبلي بحضور 87 أسوار ديجير وكرة بالرأس يعديها بوكبا أكبا بوكبا اللي يوزع بالقابة فيها جول فيها جول فيها جول أندر هيريرا جول الهدف الأول مشاهدينا الكرام لمانشستر يونايتد على تشيلسي في ملعب ستانفورد بريدج بالذات بهدف اسباني أندر هيريرا كرة ذهبية كرة خرافية على مستوى يمين دفاع تشيلسي قادمة من بول بول خيم على جماهير تشيلسي وهذه كرة لإيغواين إيغواين أمام البلوز بعد الكرة يلزمها الحسين بولت إيطال بيدرو بيرضى ضربة ركنية يقول له الحارس لا يمر وما زال إيدن هازارد يعدي يوزع وضربة مرمى لفريق مانشستر يونايتد. هل سيبقى إيدن هازارد في تشيلسي؟ من جورجينو بعد الكرة لكانتي تأمين دفاعي من كريس مارازيتش كوفازيتش هجوم خطير لفريق البلوز رائعة يوزع راشفورد راشفورد يوزع جول